ينضم إلينا الآن من بيروت السيد العميد وهبة قطيشة الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الفاضل، من الجيد أن تكون معنا. في تقييمك، ما هي حدود الاستيعاب التي يمتلكها حزب الله لاستيعاب ما تقوم به إسرائيل الآن؟ بالناحية العسكرية لا يمكنه استيعاب ما تقوم به إسرائيل، لأن هناك فارق في ميزان القوى بين إسرائيل وبين حزب الله. اولا، اسرائيل تمتلك جيشا جرارا وتقنيات متطوره، بينما حزب الله يمتلك الصواريخ فقط ويمتلك الارض، ولكن هذا لا يشكل توازن بين منظمه مسلحه وجيش كالجيش الاسرائيلي محارب. وهل تظن ان حزب الله يعي ذلك وبالتبعيه تاخر الرد اتصالا بهذا الحديث؟ تاخر الرد؟ اي رد؟ لا، لم يحصل هناك. تفضل سيد العميد، أنا أستمع إليك. سيد العميد وهبي، هل تسمعنا؟ لا أعلم إن كان الصوت يصل إليك بوضوح، ولكننا كنا نناقش في إطار هذا السؤال الذي أكرره لمرته الثانية. هل تتصور أن ما تقوم به إسرائيل هي تبغي من ورائه جر حزب الله إلى صدام؟ يقول من يحلل من داخل إسرائيل بأن إسرائيل ترغب في اتساع الحرب على رغم إرادة الولايات المتحدة. أين أنت من هذا الطرح؟ ما شيء عن 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 قادة إسرائيل صرحوا بأن هذه حرب الاستنزاف في شمال إسرائيل، أي مع جنوب لبنان، لا يمكن السكوت عنها، لأن إسرائيل هذه أول حرب استنزاف تتعرض لها منذ وجودها، باستثناء الاستنزاف على الجبهة المصرية والتي كانت حروب نظامية، بينما أكثر من 3 أشهر من الاستنزاف في شمال إسرائيل، وهذا يجعل المواطنين الإسرائيليين يضغطون على حكومة نتنياهو لحل المسألة جذريا مع جنوب لبنان، حتى لا يتكرر المشهد بعد أشهر أو سنوات للتهجير واستنزاف الشمال. لذلك قرر القادة الإسرائيليين منذ بدء الحرب تقريبا أنه يجب حل المسألة مع جنوب لبنان إما سلما أو حربا. لذلك نرى الدبلوماسية الغربية ناشطة في هذه الأيام لدى الفرقاء، إن كان في إسرائيل أو في مع المسؤولين اللبنانيين حتى مع حزب الله، لحذروهم من هذا الخطر، لأن إسرائيل ستذهب إلى الأقصى، أو بالأحرى إلى أقصى الحدود، لحل هذه المسألة جذريا، أي إلغاء التهديد الصاروخي من قبل حزب الله على الشمال الإسرائيلي. وما هي أدوات إسرائيل إذا حتى تصل إلى هذه النقطة؟ طبعا، سؤالي سيدي، ما هي أدوات إسرائيل للوصول إلى هذه النقطة؟ صح سيدي، أكرر السؤال مرة أخرى فيما يتعلق بأن إسرائيل ستذهب إلى مدى لتحقيق ما قالت بأنه محاولة لمنع هذا التهديد الصاروخي القادم من جنوب لبنان، ما هي قدرة إسرائيل على فعل ذلك؟ تمتلك طبعا، تمتلك آلة عسكرية تدميرية بكل المقومات الجوية والبرية والبحرية. طبعا هناك نزوح من جنوب لبنان، حتى اليوم حوالي 100,000 نازح من جنوب لبنان. ويقال أيضا أن عددا شبيها من إسرائيل نزح من منطقة الشمال من فلسطين التاريخية من داخل إسرائيل جراء هذه العمليات وهذا التصعيد. ولكن إذا ما وضعت كفة الميزان بشأن ما يجري داخل قطاع غزة وقدرة الفصائل المقاومة اتصالا بقدراتها التسليحية إذا ما قرنت بحزب الله، هل تعتبر أن هذه النقطة فارقة إذا ما قرنت بما ستقدم عليه مع حزب الله؟ طبعا، حزب الله هو جزء من الشعب اللبناني، والشعب اللبناني، أغلب الشعب اللبناني، أغلبيته الساحقة ترفض هذه الحرب. لذلك الشعب، حزب الله لا يجد سندا داخل الدولة اللبنانية، لا من المسؤولين اللبنانيين ولا من الشعب اللبناني، حتى بعد تصريحات السيد نجيب ميقاتي حين نوقش من قبل جوزيف بوريل بأنه سعى إلى التوسط، والسيد نجيب ميقاتي أحال الأمر بأن الأمر في يد حزب الله. ألا تعتبر أن ثمة تنسيق في هذه التصريحات؟ لا أعتقد بأن هناك تنسيق، لأن الرئيس نجيب ميقاتي مستسلم لحزب الله. الدولة اللبنانية اليوم ملغاة لأنها مصادرة من قبل حزب الله. هذه هي الحقيقة. لذلك لا يمكن
إجراء توازن بين الآلة التدميرية الإسرائيلية وما يملكه حزب الله من صواريخ، إنما هذا يرجح لصالح العدو الإسرائيلي. يحتاج الأمر إلى تدقيق، ولن تعطينا النشرة هذه المساحة. أنا شاكر عند هذه النقطة من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك سيدي وهبة قطيشة، وأنت الخبير العسكري والاستراتيجي إذ كنت معنا من هناك.